السلام عليكم. اليوم نعرفكم على واحدة من أجمل الإقامات السكنية في الجزائر وربما حتى في العالم من حيث الطراز العالمي لهذه الإقامة التي تقع في بلدية حيدرة بالجزائر العاصمة، واللي يعني تمت بالتصميم من مهندس من البرتغال، حيث أنه فيه مكتب دراسات، مكتب هندسية ومعمارية برتغالي. هذا المكتب اللي قام بتصميم عدة مشاريع في الجزائر، خاصة في وهران والجزائر. أترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذا الإقامة الرائعة في بلدية إذن حيدرة، والسلام عليكم.